مريض. الله أكبر. أحدثت الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق مؤخرا حالة من الاضطراب والهلع وسط المدنيين، وذلك عقب دخولها إلى مدينة ترهون بدعم تركي عسكري وسط تقارير متزايدة عن ضلوعها في انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. يعني نحن نحمل المسؤولية البعثة الأممية في ليبيا، وأيضا نحمل المسؤولية المدن أو الدول الداعمة للإرهاب والداعمة للحكومة الوفاق، نحن نحملها المسؤولية كاملة ما يحدث في ليبيا. يعني أن يجب أيضا كذلك يجب السلطات الموجودة في ليبيا وخاصة في المنطقة الشرقية، الحكومة في المنطقة الشرقية يجب أن هي تعمل ويكون عملها بشكل جاد مع المنظمات الحقوقية لمساعدة النازحين، وأيضا لمساعدة الناس للتعرض للانتهاك، وأيضا لأبنائهم للخطف وللقتل، تقديم المساعدات لهم سواء كانت المساعدات المعنوية أو العينية. مقاطع فيديو وصور من توثيق ما يقوم به عناصر الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريون تظهر عددا من المتورطين وهم يسرقون المحال التجارية والمنازل في مدينة ترهونة، وبينما تمارس المجموعات المسلحة أفعالها الإجرامية تباعا هرول السراج مسرعا إلى أنقرة ليبارك لأردوغان ما تفعله هذه الميليشيات من جرائم حرب واصفا إياها بعملية التحرير. أردوغان قام بجلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا من أجل خلق التوتر الموجود الآن، من أجل السيطرة على مقدرات وثروات الشعب الليبي. بالأمس كان له تصريح يقول فيه أنه قام بتحرير ترهونة. قام بتحرير ترهونة من من؟ وهو غازي معتدي من الجيش من القوات المسلحة. هذا كلام غير منطقي، وهو موجود وموثق بالصوت والصورة على القنوات التركية، موجود أنه يقوم بهذا التصريح أنه هو من قام وهو باتجاه متجه نحو المواني النفطية. تحولت مدينة ترهونة من عاصمة لأغصان الزيتون إلى بؤرة يسرح فيها صبية أردوغان ومرتزقته الذين استباحوا الحرمات وعملوا على سفك الدماء، فقد لأن قبائل ترهونة رفضت أن تركع لما وصفته بالسلطان المعتوه أردوغان. انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب قامت بها مجموعات مسلحة ومرتزقة سوريون تابعون لحكومة الوفاق بدعم عسكري تركي مباشر من أجل احتلال مناطق ومدن المنطقة الغربية وعلى رأسها مدينة ترهونة التي شهدت نزوح أكثر من 16 ألف مواطن ليبي باتجاه مناطق ومدن سيطرة الجيش الوطني هربا من جرائم تلك الميليشيات، مما لاقى استهجانا وتنديدا واسعا في الشارع الليبي. وفي المقابل لازال المجتمع الدولي يتعامل مع الأزمة الليبية على أنها صراع داخلي دون الالتفات لما يقوم به أردوغان من تدخل سافر في الشؤون الداخلية الليبية. لقناة اليوم أحمد بن عاشور، بنغازي.